التانيين قرايتهم وعرم تكسار المهاريز صعيبة شوي. وهذا ملك كيف قلت لكم خالق الرواية يلا تعرفوه موريتاني اليوم هو ان فيها الحرام من الحلال به اللي خالقين واحد يلعدل الحلال قاع وتندموا عليه بيه ماش بيهم اللي جبروا فيه من الكراكة وذا اللي جبروا فيه من الجيافي الأحمر. وبالتالي المجتمع ما هو معاون قاع من أي شيء لأن عادة البطالة تكدد في الشباب الليل والنهار والشغلة ما هي خالقة وذوك اللي هم اللي منهم يشتغلوا الرواتب اللا محمودة المولانا ولا هي كافية لها عادوا المجتمع وراني نتكلمهم عن المجتمع نتكلم عن قالوا شريعة البيضان زاقين في طبق قالوا الأولين تجبر واحدة قاعدة تقول أنا ندور واحد يجيب لي ويجيب لي ويجيب لي أنت شلي تجيبي له هو أطرح أنت ملي السؤال على راسك كثير اللي تجيبي له هو شنو وتعود قاع هي كي اللي مقرر هي قاع شي في الراجل مالي أنا لا يجيك أنا اللي جاي بالي شنو اللي جاي بالي ما نقد أنا نشبره بليدة ثانية ومضبوط ولا يعاونني في الحياة شنو هو أنا من هذه الأمور يلا رقاش يعرفها. والموريتانيين اللي عدلوا من الدين كامل متناقض بين الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال ربع دينار عدل الموريتانيين خارج الأسر يشرطوا نوع من المهر لبناتهم قال لك أنا متيانة هاي القالية قد تمرق من هون ما هو بثمن ملايين أنا ظري شاري نيمر وأنا ظري شاري فيلا أنا لو ذا المخلوق تمولانا تعاونني في الحياة ونحفظ ديني وتحفظ هي دينها ماني جايكم ندور عندكم نشري من عندكم دا الله نشري من عندكم قطعة أرضية انا جاي ندور عندكم ديما خلقت مولانا لا هي نقبلها وتعاوني في الحياه ونعاونها انا في الحياه ونعدل الروايه وتواصل هذا هو اللي تفكر به المجتمعات الصالحه موريتان ما وذاكوا واحدا عندهم طافلات يبيعوهم عدلهم مشاريع الا الواحده قاعده هنا تياها وراهي مولي في روايه كارثه شفت البيضانيه اللي تعود قاريه تعود كارثه هذه حقيقه مولي يلا نقوله هذا لا ما يلا رقاش يعتبره تهجم على البيضان البيضانيه اللي تعود متعلمه هي اصلا زاقه في طبق ولا تعود متعلمه تشكلها روايه وذاك اللي متعلمه لين ينتاق عليه دار فيها هي لا تعود العين لين يكبر عن تكبر عن حاجبها يخسر واجبها هي اصلا قاع ما هي قاريه روايه ورقاج تنعطال ولا بياس من الشروط وكركاره وهلفه ما يعرفوا انه قابل من عندهم كولي ولا تعود متعلمه ملي تعود قاع 20,000 كركار به اللي قاع منتم هما القاريه الزينه وكذا وذيك القرايه هي ما يتعاملك في الدنيا ولا يتعاملك في الاخره ولا هي تعاملك بعض في تربية تركتها هي من روسها بكل انت لا هي تم توعيهم وتصبحهم وتدفع بهم شوية المدارس وتخلص عليهم لين كلها يعود في قراش يمشي صالح والله يقلبك ويعطي راسه لخل هذا هي الحقيقة هي اللي معاونتك بالشنو انا رقاش في حياتك كيف كوارث هي يجيب معاه كارثة ثانية.